أود أن أغتنم هذه الفرصة من أجل أن أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على عقد هذه القمة من أجل إيجاد حل لأزمة السودان. دعوني أيضا أعبر عن امتناني وتقديري للجهود السعودية في الأيام الأولى للنزاع. أود أن أؤكد على أن هذه العملية بما يتضمن قمة اليوم لابد أن تنضم إلى الآليات والمبادرات التي يقودها الاتحاد الإفريقي والتي قد توجد ممرات وقنوات تنجح كل هذه الجهود.